قال لي انا لو جيت لبنان راح اخلي على بيروت الشرقيه والغربيه نصينك. وهذا موجود تسجيله. فضل كأنه أنا ربكم الأعلى وكل حد غيرنا إحنا في النار طائفي. اتصل هددني قال لي أنا لو جيت لبنان راح أخلي على بيروت الشرقية والغربية نصينك. وهذا موجود تسجيله. أوكي؟ مكالمة تهديد من شخص الدم عنده إيزي. تمام؟